طبعة المشاهد تبدأ الآن مشاهدينا وإلى أبرز العناوين. بتوجيه من خادم الحرمين ولي العهد في زيارة رسمية لجمهورية كوريا. تحتفي كوريا الجنوبية بزيارة سيد كل شيء، الوصف الذي تصدر الإعلام الكوري. مكاسب متبادلة خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية. نبدأ مشاهدينا أولى ملفاتنا الصحفية مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية في زيارة رسمية قبل توجه لليابان لرئاسة وفد السعودية في قمة دول مجموعة العشرين، تعكس الحفاوة الكبيرة التي تظهرها العاصمة سيول لزيارة ولي العهد المكانة الكبيرة التي يحظى بها والدور المؤثر للمملكة على الصعيد العالمي، كما تأتي زيارته لتعزيز العمل المشترك بين البلدين بما يحقق الرخاء للشعبين الصديقين. ومشاهدينا قبل أن نبدأ معكم دعوني أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. ضيفي في الاستديو الكاتب الصحفي الأستاذ خلف الخميسي، حياك الله. يا أهلا وسهلا. يا هلا بك أستاذ خلف. كيف وجدت عمق العلاقات السعودية الكورية، خاصة أن هذه العلاقات بدأت، إذا بنأرخ لهذه العلاقات بدأت عام 1962، يعني إذا بنحسبها تقريبا 55 عام، يعني نصف قرن. نصف قرن صحيح. يعني بالنسبة للعلاقات السعودية الكورية مثل ما تفضلت، كان هذا عمرها. العلاقات السعودية الدولية كل سنة تختلف عن السنة الأخرى، لكن هناك علاقات وطيدة بين المملكة العربية السعودية كونها هي من الدول العظمى، سواء تحدثنا على الصناعة أو النفط أو على القوة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية. نرجع لسؤالك بدور فيما يخص موضوع العلاقات. العلاقات التجارية والتبادل التجاري والتبادل المنافع بين كوريا والسعودية لم تأتي وليدة اللحظة، بالعكس. صحيح. يعني كلنا نذكر في بداية السبعينات والثمانينات ما عملته الشركات الكورية في السعودية. يعني إذا جينا على سبيل المثال المستشفيات،
المدارس، الجامعات، الطرق، الوزارات، كل هذه المباني كانت تشتغل فيها شركات كورية موجودة في السعودية، وكانت تقريبا ذاك الوقت يمكن أكثر من 100,000 عامل كوري، يعني هم اللي عملوا كثير من البنية التحتية اللي احنا نشوفها في السعودية. نعم. يمكن كثير من الجيل السبعينات والثمانينات كانوا يذكرون هذا الموضوع. طبعا ما أتكلم عن المواليد الثمانينات، لا، أنا أتكلم عن العصر السبعينات والثمانينات. نعم. وما زالوا حيين، الله يطول في أعمارهم ويمتعهم في الصحة والعافية. آمين. إلى الآن يعني يلمسون جودة البناء وجودة الطرق وجودة الوزارات التي عملت عليها الشركات الكورية. يعني صحيح، نحن نثق في كوريا ونثق في عملها، وكان لدينا عمل مشترك معها. الآن في هذا العمل القادم وما وقعته المملكة العربية السعودية من اتفاقات سابقة. نعم. وخلال زيارة خادم الحرمين الشريفين، وهذه تعتبر الزيارة الأولى لي وللعهد سمو الأمير محمد بن سلمان حفظ الله، يعني كانت المملكة تعمل مع كوريا فيما يخص موضوع رؤية المملكة 2030. نعم. دخلت كوريا في الخط على رؤية المملكة 2030، وكونت مكتب الرؤية الكوري بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. يعني نقدر نقول أن كوريا الجنوبية أصبحت شريكة في تحقيق رؤية 2030؟ صحيح، أصبحت شريكة. كيف؟ يعني حتى تقريبا في مطلع شهر أبريل الجاري 2019 في يوم 3 بالتحديد اجتمعت اللجنة الكورية المشكلة في هذا الجانب فيما يخص موضوع يرون إيش المشاريع اللي ممكن تدخل فيها كوريا كشريكة مع المملكة العربية السعودية. تقريبا اتفقوا على قرابة 45 مشروع. نعم. في 5 قطاعات حيوية، اللي منها الصحة، اللي منها السياحة، ومنها السياحة، ومنها في عدة يعني أمور دخلت فيها المملكة العربية السعودية شراكة مع كوريا. يعني كوريا كدولة مثل كوريا وكبر كوريا وحجم كوريا والنشاط اللي تتمتع في كوريا، عندما نظرت إلى رؤية المملكة 2030 دخلت شريكة في هذا الجانب. نعم. ولم تمانع في هذا، بالعكس احنا لدينا مشاريع كثيرة مع كوريا، ليس هذا الموضوع. أضيفي على ذلك السيارات الخضراء الصديقة للبيئة. صحيح. إضافة لذلك احنا عندنا مشروع الآن سينفذ في المملكة العربية السعودية بشراكة مع كوريا، اللي هو بناء السفن السعودية داخل الأراضي السعودية في رأس الخير بقيمتها تقريبا 5.2 مليار دولار. نعم. هذه راح تنقل لنا، يتم تصنيعها على أرض المملكة. على أرض المملكة. نعم، جميل جدا. إضافة لذلك هناك توجه لدمج الصناعة السعودية مع الكورية. يعني كنا كثير من السابق كنا قاعد نشوف إنه يصنع في السعودية. نعم. المرحلة الجاية إيش راح تكون؟ إيش راح يكون؟ صنع مع السعودية. جميل. يعني هناك شراكة. إيه، يعني هناك شراكة. صنع في كوريا، لا، الآن صنع مع السعودية. هناك يعني شراكة. أفهم من كلامك أستاذ خلف إنه في يعني العلاقات بين المملكة وكوريا الجنوبية علاقات يعني تتسم بالتجانس والتعاضد مع بعض لفترة طويلة من عام 1962. طيب إيش الإضافات اللي ممكن أو النتائج الإيجابية اللي ممكن تحصل على أرض المملكة وبنفس الوقت على لكوريا الجنوبية؟ حنا الآن إذا تحدثنا برضو من ضمن الأشياء والاتفاقيات، برضو هناك حتى المفاعل السلمي الصغير برضو وقعت المملكة العربية السعودية مع كوريا. يعني حنا إذا تحدثنا عن الجانب الشيء الصغير، وإذا تحدثنا عن الكبير، كل الأشياء هذه عملت كاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وكوريا. نعم. لا تنسين أنه كلمة صنع مع السعودية هذه تعتبر نقلة نوعية كثير في خطوط الإنتاج في كوريا. يعني كل دولة تعتز في منتجاتها وتعتز بما تصنع. لا، الآن تخيلي إيش صنع مع السعودية. يعني هناك منتجات ستصدر إلى الخارج من كوريا عليها اسم المملكة العربية السعودية. يعني هذه دليل برضو على قوة المملكة العربية السعودية، ودل على قوة اقتصاد المملكة العربية السعودية، ويدلل على برضو رؤية المملكة العربية السعودية المتمثلة في رؤية 2030 والنظرة الثاقبة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. فأنت عندما نتحدث عن هذا الجانب، نعم، أنت متحدثين عن كوريا، وأرجع أقول يعني مثل دولة مثل كوريا أو مثل الصين أو مثل كثير من الدول اللي عقدت شراكات مع السعودية، لولا وجدوا القوة السعودية لما دخلت شراكة. نعم. ولم تتنازل مثل كوريا عن حقها في التصنيع
أنه صنع في كوريا وأدخلت اسم المملكة العربية السعودية في تصنيعها اللي هو صنع مع السعودية. طيب جميل جدا. بنتكلم خلينا نتكلم شوي يعني نعرج على السياسة أكثر. وش اللي تطلع إليه الرياض في هذه الزيارة؟ وش تطلعاتها؟ لا شك يعني كسب دولة مثل كوريا وقوة كوريا كحليف مع المملكة العربية السعودية لا ثقلة. عادة الدول الكبيرة مثل المملكة تتطلع أن يكون معها وفي صفها الدول الكبيرة والعظمى. فهناك إيجابيات كثيرة. يعني عندما يتم التعاون ما بين المملكة وأي دولة أخرى سواء الصين أو سواء اليابان أو سواء الهند أو أي قيس على أي دولة كانت، عندما يكون هناك برضو تبادل تجاري، احنا تقريبا لدينا تبادل تجاري مع الصين قرابة 30 مليار ريال. أضيف إلى ذلك الصين تستورد ما يعادل 30% من صادراتها من المملكة السعودية فقط. نتحدث عن النفط، 30% من صادراتها كنفط من المملكة السعودية. فإذا الآن وقعت اتفاقيات مع الصين، مع كوريا اتفاقية والاتفاقية الثانية والاتفاقية الثالثة، وأنا صار عندي عديد من الاتفاقيات. إذا كوريا لوحدها دخلت معي أنا على الخط وقعت معي تقريبا على 43 مشروع، وكل هذه المشاريع مدرجة تحت رؤية المملكة 2030. عندما شكلت كوريا لجنة خاصة في كوريا، لجنة الشراكة الاستراتيجية في رؤية المملكة 2030، هذا يدل لك على قوة ومتانة العلاقات. إذا كان أنا عندي شريك استراتيجي مثل كوريا، أنا يكون عندي أمور اقتصادية وأمور سياسية وأمور أمنية أقوى من شريك أنا، أو أقوى عفوا من دولة أخرى أنا ممكن تهدد الأمن عندي. راح نتكلم عن هذه النقطة، تهديد الأمن والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم عموما. الإرهاب يعني كل الدول تعاني من هذه الآفة. دعوني أرحب بضيفي من جدة دكتور علي الرباعي، مدير مكتب صحيفة عكاظ في الباحة. حياك الله دكتور علي. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى ضيفك وعلى المتابعين الكرام. نعم دكتور علي، ولي العهد يستأنف دبلوماسية الاتجاه شرقا، ماذا يعني هذا الكلام؟ واتجاه شرقا نحن نعرف دائما أنه مطلع الشمس والنور وتقاطع الحضارات، الحضارة العربية التي تمثلها المملكة وكما يقال ورثتها عبر أسلاف، والحضارة الكورية التي تتقاطع معنا كثيرا في الإرث التاريخي الإنساني الذي من السهل جدا أن يتواصل مع الآخر عبر مصالح مشتركة وعبر أفكار وعبر تطور. المجتمع الكوري هو كان مملكة وبعد ذلك أيضا هو مكوناته قبلية أصلا، وهذا يتقاطع معنا في المملكة. خرجوا من هذا الإطار إلى إطار الدولة المدنية المستقلة، نحن كذلك منذ وحدتنا ونحن نتجه نحو دولة مدنية لها كياناتها الاقتصادية ولها استقلاليتها. كل هذه العوامل المشتركة أو التشابه والتقاطع في الصفات يجعل من السهل جدا أن تكون اللغة مشتركة وقريبا بعضها، التفاهمات التاريخية موجودة، التبادلات الاقتصادية وبين البلدين كبيرة جدا، ربما في الربع الأول من هذا العام تجاوزت 4 مليار ريال، وهذا تأكيد على أن المملكة وكوريا دولتان صديقتان وروابطهم أيضا استراتيجية، وربما تحالفاتهم المستقبلية على مستوى الشركات الكبرى التي ربما يعني خبيرة جدا في تنفيذ المحطات النووية وهو مستقبل المملكة الذي تعمل عليه. نحن نحمل كثير من التفاؤل. كل حراك لأي مسؤول خاصة بحجم سمو ولي العهد يعطي طمأنينة كبيرة أن بلدنا فعلا تجد ترحاب وقبول. المستقبلون في أي بلد يكسرون البروتوكول المعتاد بخروج أكبر زعاماتهم لاستقبال هذه الشخصيات، تأكيد على مكانة المملكة وعلى احترام الدول وزعمائها لمملكتنا وقادتها. نعم دكتور علي، ما الذي ممكن أن تقدمه المملكة لكوريا، والعكس صحيح، ما الذي ممكن أن تقدمه كوريا للمملكة؟
تعد كوريا ربما من أكثر الدول التي تعاملت مع المملكة على مستوى النفط، ويعني إيرادات كبيرة جدا لعلها على مستوى آسيا، يعني تستورد نسبة كبرى في من حصة النفط السعودي. حقيقة لدينا نحن صناعة البتروكيماويات مستقبلها حقيقة مضيء جدا ومشرق، وكذلك تحقيقها إنجازات معاصرة. البلد هناك يعني بلد شركات، والشركات الكبرى والعملاقة معروفة خاصة في قطاع السيارات التي تعاملنا معها. البنى التحتية حقيقة العقلية الكورية نجحت كثيرا في تنفيذ كثير من المشاريع في محيطنا أيضا، لأنه حقيقة تملك مقومات كبرى وخبرة يعني في موضوع البنى التحتية تحديدا والإنشاءات، كفاءتها عالية جدا. نحن بدون شك تحولاتنا أيضا قائمة على مسألة إعادة بنى تحتية وهيكلة، وأيضا مسألة الإنشاءات على مستوى الإسكان والصحة والتعليم. فنحن يعني كما يقال المصالح مشتركة والتبادلات التجارية هي نعم لنا ولهم يعني للطرفين، ربما بالتوازي، لأنه كما نعلم المملكة تحترم أنه قدر ما أيضا تستفيد من الآخرين هي تفيدهم، بل أنها تعطي أضعاف ما تأخذ. نعم دكتور علي، ابقى معنا عبر الهاتف، واسمح لي أن أنتقل إلى ثاني ملفاتنا الصحفية، حيث وصف الإعلام الكوري ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بسيد كل شيء نظرا لما يتمتع به من قدرة على اتخاذ القرارات المهمة وقيادته للإصلاح الاقتصادي في المملكة، وكذلك قيادته لخطة طموحة لإنهاء اعتماد السعودية على النفط. وتعد زيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية هي الأولى له منذ توليه ولاية العهد، وتعتبر هذه الزيارة نقلة نوعية في العلاقات ما بين البلدين. تحتفي كوريا الجنوبية بزيارة سيد كل شيء، وصف تصدر وسائل الإعلام الكورية تعبيرا عن قدرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تحقيق المستحيل. الزيارة التي يحتفي بها الإعلام الكوري كما كوريا بأكملها تحمل منظورا مختلفا للمستقبل، وهي الزيارة الأولى من نوعها لولي العهد منذ قرابة 21 عاما. فرص اقتصادية تجارية واستثمارية هي ما يتطلع إليه البلدان على خلفية هذه الزيارة التي تستمر على مدى يومين. تعزيز التعاون في مجالات إمدادات الطاقة والخدمة العامة يشكل جزءاً كبيراً من الاتفاقيات، فالمملكة تعد أكبر مورد للنفط في كوريا الجنوبية التي استوردت أكثر من 100 مليون برميل من النفط الخام من المملكة في الأشهر الأربعة الأولى فقط من عام 2019. ولي العهد يشارك كذلك في هذه الزيارة في تدشين توسعة مصفاة النفط إس أويل، ثالث أكبر مصافي نفط كوريا والتي تملكها أرامكو بالكامل، في حين يسعى قادة المجموعات التجارية الأربع في كوريا الجنوبية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والمملكة. فالفرص التجارية ونقاط القوة التي تمتاز بها من خلال رؤية 2030 جعلت كوريا الجنوبية تطمح للمشاركة في تحقيق هذه الرؤية. الاستثمار في المملكة البيئة المثالية يعد مواتيا بشكل كبير للشركات الكورية نظرا لتقارب نظام التعليم والتدريب السعودي مع المستويات العالمية وتوافر العمالة ورأس المال والقوانين وترحيب المملكة بالمستثمرين. ويخطط المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية لتوقيع اتفاقية تعاون مع معهد التنمية الكوري بهدف عقد شراكة لتبادل الأبحاث والباحثين وإنشاء برامج أبحاث مشتركة. تضامن الجهود في مواجهة التحديات وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار وإنهاء الأزمات بما يتوازى مع تعاظم الدور المؤثر إقليميا ودوليا الذي تلعبه المملكة في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، يحتل جزءا كبيرا من أهداف زيارة سموه. حفاوة كبيرة تعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها الأمير محمد بن سلمان والدور المؤثر للمملكة على الصعيد العالمي. دكتور علي، احتفاء كبير في الصحافة الكورية لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ماذا يعبر احتفاء الصحافة بهذه الزيارة؟ نعم
دكتور علي تسمعني؟ نعم تفضلي. سمعت سؤال؟ عفوا ممكن إعادة. احتفاء كبير في الصحافة الكورية لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ماذا يعبر احتفاء الصحافة بهذه الزيارة؟ ماذا يعني ذلك؟ الاحتفاء طبعا طبيعي بحكم التكوين كما قلت الذهنية نعم. الكورية التي تتقاطع معنا. هناك دولة محبة مثل المملكة للسلام، دولة تنموية، دولة أيضا تقوم على الاقتصاد وأيضا حريصة على استقطاب فعلا مشاريع عملاقة داخل المملكة، وأيضا هم يعلمون جيدا أن المملكة مواقفها مع كوريا تمتد لسنوات طويلة، وشهد بعض المراكز التي قدمت وبعض الجامعات التي قدمت يعني تقارير عن دعم المملكة قبل تقريبا 50 عام لكوريا في أزمات مرت بها، تأكيد على أنهم يقرؤون التاريخ جيدا ويعرفون ماذا تعني المملكة وماذا تعني جزيرة العرب ومن يمثلها خير تمثيل، يعرفون جيدا عن دين الإسلام وعن روح التسامح والنور الذي ينبعث من هذا المكان الذي يتواصل مع أيضا التنوير الذي في كوريا. فنحن ايضا يعني نضع يعني كما يقال ايدينا على رؤوسنا احتراما لكوريا ولما ايضا ابدته من حفاوه سواء في المطار وفي الاستقبال، وايضا ما يعني ظهر من الشعب الكوري نعم. سواء في براعه الاطفال او كبار السن تقديرا لقيادتنا نعم. ولشعبنا وحكومتنا. نعم الدكتور علي الرباعي مدير مكتب صحيفه عكاظ في الباحه، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. أرجع لك أستاذ خلف، اتفقت جميع الصحف الكورية على أن إطلاق لقب على أن الأمير محمد بن سلمان حفظه الله سيد كل شيء، ماذا يعني هذا الاتفاق وكيف تصفه؟ هم اتفقوا على هذا الاسم ونحن نتفق على حبنا لولي العهد. أكيد ولي العهد عرب الرؤية، هذا اللقب الذي أطلقته الصحافة الكورية ليس بغريب على عرب رؤيتنا وما نشاهده من تسارع كثير من الأحداث لدينا صحيح. في السابق ربما بعض الأشياء اللي تبدأ اليوم ويمكن أو تقر اليوم وتبدأ مثلا بعد سنوات، لا إذا قرت اليوم تبدأ اليوم وثمارها نشوفها بكرة. عندما تحتفي كوريا بزيارة ولي العهد، طبعا مثل ما تفضلتي أنت في حديثك أنها تعتبر الزيارة الأولى لولي العهد من عام 98. من عام 98 كان وقتها زار الملك عبد الله بن عبد الله يرحمه عندما كان ولي عهد المملكة في آنذاك عام 98 نعم. زار نعم. كوريا، هي تعتبر الزيارة الثانية لولي العهد اللي هو سمو الأمير محمد بن سلمان. نعم. هذا الاحتفال الكبير اللي في الصحافة اللي احنا قاعدين شفناه وهذه الأعلام يمكن كلنا شفنا في التقرير الآن الأطفال الكوريين ماسكين علم الكوريا نعم. وبجانب أطفال آخرين ماسكين علم السعودية نعم. هذا العلم الشامخ الذي رفرف في أرض الوطن ويرفرف الآن في كثير من الدول، هذا شيء يسعدنا عندما يرفرف هذا العلم يرفرف الخفاق في الداخل أكيد على ما نشاهده في الخارج نعم. تعلمين بدور بعض مرات بعيد عن العاطفة عندما نشاهد وطننا في هذا الجانب، عندما نعم. نشاهد هذه الإمكانيات وهذه القدرات، عندما نشاهد المكانة للمملكة العربية السعودية المؤثرة عالميا، لا شك عندما نشاهد الاستقبال للملك في زيارته السابقة والاحتفاء الآن بسمو ولي العهد، هذه الأشياء تصيبنا بالنشوة الداخلية، تصيبنا نعم. يعني ما أقول لك في الغرور لكن أقول لك لا في الطمأنينة أكيد. في القوة أكيد. في المتانة. بهذا المشاعر ولها مقطوع حديثك نختم حلقتنا لهذا اليوم. مشاهدينا في الختام دعوني أشكر ضيفي في الاستديو الكاتب الصحفي الأستاذ خلف الخميسي، شكرا لك أستاذ خلف. يا أهلا وسهلا، يعطيك العافية. شكرا الأول والأخير لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.